السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، أول شغلة سامحوني إنه صار لي فترة تقريبا ما عم نزل فيديوهات، والله بس شوي مشغول شوي مضغوط، فسامحوني. اليوم حنزلكم هذا الفيديو هيك عبارة عن كما بيقولوا معلومات هيك خفيفة على السريع بشكل عام، يعني بألمانيا تحديدا بهامبورغ. تمام، الفيديو راح يكون مصور فيه شركة هون اسمها باو هاوس، ممتازة جدا، بإمكانكم تروحوا تتسوقوا فيها كل شيء بيخطر على بالكم. تمام، فأنا مصور لكم اليوم جولة بالمحل هذا، تفرجوا، وبتمنى لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. ما راح أطول عليكم، يلا خلينا نبلش. حبايبي، اليوم جولة بباو هاوس، هي قسم السيارات، هي كل شيء بيتعلق بمساحات السيارات. عنا هون المواد تبع بيحطوها مشان السيارات، عنا هون شوادر السيارات، عنا هون البواجي، المساحات، كل شيء بيتعلق بالسيارات، عنا هون الإضاءة، اللمبات، ما لمبات. يعني بصراحة يا جماعة بيفوت الواحد بيضيع هون، البسكليتات والقصص هي كلياتها، الخوزة، القعدة، المور هي كلياتها. هون عنا القواعد تبع الموبايل كمان للسيارة، هون مواد البوليش وما البوليش والقصص، هون كمان للسيارة، للبسكليتات، الإضاءة، جنازير، القفولة. هون عنا الدواليب فوق، شوفوا يعني من كتر ما بتشوفوا انواع بصراحة بيضيع الواحد، ما بيعرف شو بده ياخذ، بيحتار. هون كمان للبوليش وما البوليش والقصص هي. انا اليوم جاي اخذ هي للسيارة، نصحوني فيها نحطها مع البنزين، منيحة بتعمل امور جيدة مع الميتور. فرجوا هون الكريكو، ما الكريكو والشغلات. يا جماعة هذا الباو هاوس شو بيخطر على بالكم موجود فيه، يعني بتفوتوا شو بيخطر على بالكم موجود فيه، من الإبرة ل كل شيء، يعني كل شيء. هلا هعملكم جولة، أنا هتشوفوا كل شيء. هي هون كل شيء، حبال تتعلق بالربط وما الربط والشغلات، محارم، هي خصوصي معطرة للسيارات، هي خصوصي تجي للسيارات، هذول البنزين وما البنزين، مازوت، بخاخات، هاي المواد كمان تجي للمحركات. شايفين هون المدات للسيارة، هون الألوان، بخاخ، إذا حدا بده ألوان، بخاخ كذا، كمان بتلاقوا هون كله موجود. هاي عنا هون الزيوت، أنواع الزيوت للسيارة، يعني واحد بده يغير زيت إذا عنده خبرة بيجي بيشتري الزيت اللي بده إياه وبيطلع. هون إذا نفوت على القسم اللي بعده، هاي كل شي بتعلق بالتمديدات الصحية. هاي هون السخانات تبع المي، بيستعملوا سخانات المي هون هني، هاي سخانات المي كلها موجودة. هون عندنا الحنفيات، شوفوا الحنفيات، بتحتار شو بدك تاخد او بتحتار شو كنت بدك تاخدي، هاي اختصاص النسوان. شايفين هاي المجلة، الحوض بيجي تبع المجلة، هاي بيجي لك الحوض كامل بتاخدوه. شايفين موديلات شو بتكون، شو بيخطر على بالكم موجود. هون عندنا الشفاط، الشفاط اللي بنحطه من المطبخ بالإضافة للغاز، شوفوا هذا كله على الليزر بيجي، هذا كله ليزر، هذا بيجي العادي. هاي الشفاطات، شوفها الشفاط، والله بتحسه تلفزيون. هاي شفاطات هون كمان، شايفين هون مطابخ، إذا واحد بده يشتري هيك مثلا مجلة مع براد، هاي بيجي هون كمان، بيجي هيك مجلة مع غاز. شايفين هاي هون كمان تشكيلة كبيرة 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 كبيرة، يعني بتضيع بتضيع والله بيضيع الواحد، بيفوت لهون بيضيع شو بده ياخذ ما بيعرف. شوف هاي الكومودينات تبع المطبخ، خزائن المطبخ، شوفوا شايفين كمان موديلات. شو هذاك القسم البعيد، شوفوا القسم البعيد، هذاك الشيء بيتعلق بالبوالين،
أنا محصور شوي بالتصوير مشان العالم، ما بدي يصور حدا يطلع عندي عالم على الفيديوهات. شايفين؟ شوفوا هذا القارئ مطاطي للسباحة ومسباحة بيستعملوه. هنيك القسم شو بتكون بيتعلق بالأساس بتلاقوا موجود هني. شوفوا الصالة قديش كبيرة. هون كل شي بيتعلق، قسم الهايتسونج تدفئة، هذا بينحط بالحيط تمام. هون تدفئة كلها هيك لأنه بالحيط. كمان قسم هذا الحمامات، هدول بيجوا خصوصي للحمامات بينحطوا بالحمامات كمان. هدول هايتسون بيجي معه تدفئة. شايفين هذا القسم كله هيك للتدفئة. هاي المداخن، بواري مداخن، هاي مواد الاشتعال. شوفوا هون كمان، هاي قسم الأنابيب تبع التمديدات الصحية. فرجوا كله موجود هون، شايفين كله موجود. شوفوا ألوان، أزرق أحمر أصفر، شايفين. هاي هون كل شي بيتعلق بالهدول تبع الوصلات تبع المواسير، مال المواسير والقصص هاي. طبعا لسه الصالة كبيرة، هي الطرف الثاني، هني قسم المنزلية، اللوحات وما اللوحات، هنيك وراء الجدران وما وراء الجدران. يعني إذا بدي أعمل جولة أنا بدي 3 أيام لحتى أخلص هون، بس هلا باخذكم اعمل لكم جوله هني. شوفوا هي صار لي 10 دقائق عم بفتل بقسم بس التمديدات الصحيه وما التمديدات الصحيه. هي هون قسم الواح الخشب، كل شيء بيتعلق بالواح الخشب بتلاقيه موجود هون. شايفين الواح خشب هي بتيجي للخزاين، في ناس بتاخذها للخزاين. كمان هي كل الواح، هي للمطابخ، هدول تبع المطابخ. في الالوان اللي بدكم اياها، شايفين شو بيخطر على بالكم الوان موجود. قياسات حتى هون في خدمة، انت مثلا عجبك هذا طويل فانت بدك قياس اصغر بتلاقي موجودون اصغر. اذا ما لقيت القياس اللي بدك اياه هون تشتري لوح كبير بيقصوا لك اياه هني. هون قسم العربيات، هذول العربيات صغار بياخذها الواحد بيستعملوها هون كتير مشان يريحوا الموظف. فرجوا شلون بياخذها مثلا الواحد بيحطها على الارض تمام، بيحط الغراض اللي بده اياه عليها تمام، وبيزيحه هو بقى زيح. هي مشان يريحوا الموظف، مثل عنا فرجك البلاد العربيه. شايفين كمان في قياسات كثيره، يعني شو القياس اللي بدكم اياه بتلاقوه موجوده. هي قياسات صغيره. هون عربيات كبيره بنحط كمان الشغلات اللي بدكم اياها بتلاقوها. دواليب تبع العربيات بتلاقوها هون، عربيات صغيره. شايفين هلا رايحين على قسم السلالم. شوفوا هي كل شيء سلالم، شوفوا سلالم، سلالم اشكال الوان، شيء بيخطر على البال وما بيخطر على البال. تفرجوا بحر 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 بحر، لسه للاخير لسه للاخير. هنيك سلالم، كلها سلالم. شايفين هون عندنا خزائن، هذول خزائن بنستعملوهم بالمستودعات. هي رفوف، اللي بده رفوف مثلا بتلاقوا رفوف، بتلاقوا كتير موديلات كمان موجودة. شايفين هي عندنا هون كمان خزاين، كله خزاين خزاين. شايفين والله بيضيع، والله بيضيع الواحد. قسم الصناديق الصغيرة، اللي بده صناديق صغيرة، سحاحير بسموها عنا سحاحير. هي صناديق فيجي بلاستيك كرتون ورق. هاي هون بلاستيك، صناديق، كلها صناديق، كلها 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 كلها. شايفين كتار، يعني قسم كبير 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 كبير. شايفين نطلع على قسم تاني. يلا هون عنا قسم الكوي، هذا اللي بيحطوه بيكو عليه النسوان. شايفين هاي هون تحت في وجوه له كمان بيتغير الوجه تبعه. هدول مناشر غسيل بنحطه برا، اذا واحد عنده هاوس بنحطه بالحديقه برا، بينفردوا فرد هدول. هي مواد كمان هون كلها، كفوف مطاط. هي سلات القمامه، شوفوا هي كلها سلات قمامه. هي قسم هون موظفات.
كلها هون قسم منظفات. شايفين؟ هاي هون كل شيء معقمات، تعقيم، مواد تعقيم، كل شيء موجود هون. يعني شغلات هي هذا القسم يا جماعة، هذا فيه مواد بينظف، يعني كل شغلة فيه إلها شغلة. يعني مثلا هاد للشمل، شمل يعني لل شو بسموها، للرطوبة، للرطوبة اللي عنده رطوبة على الحيط بتلاقي هذا له. هذا للشمل كمان، شوفوا لازم يكون شمل، شايفين الرطوبة اللي على الشبابيك. هذا المطبخ، يعني كل شيء له شيء، كل شيء له شيء، كل شغلة له مواد خصوصية. هاي هون كل المنظفات، هون ورق محارم كمان خصوصي للقصص هاي. يلا نطلع على قسم تاني، هون قسم الشبابيك. هاي شبابيك اللي عنده شباك مثلا بالبيت انكسر او حمام او كذا، بيجي له هون بياخذ جاهز موجود شبابيك. شايفين كلها شبابيك، مفصلات للشبابيك. هاي شبابيك جاهز، هاي بالقطعة بتجي تشتري انت بالقطعة. هون ابواب، كمان ابواب، باب الحمام، باب البيت، كل شيء كمان بدكم اياه بتلاقوه موجود هون. هون الطوبة تبع البواب، طبعا هذا قسم صغير، لسه في قسم اكبر من القصص هلا باخذكم عليه. هاي الدرابزين اللي بحطوها على الدراج مشان الواحد يتمسك فيها، هذا قسم الدرابزين كمان. هاي قسم البواب، كمان هذول البواب للبيت، هذا قسم البواب للبيت. هاي دراج الاطفال اللي بحطوهم البيوت للاطفال، دراج تجي صغيرة كمان. هاي الشوادر، قسم البواب كمان، كل شي بواب. هاي كلها بتحطوا، بتلاقوا الباب هيك حاطين لكم الباب وانتم بتفتحوا مثلا بتجربوا كيف بدكم بتجربوا. هذا القسم للخشب، كله خشب، هذا بعيد هلا يفوت عليه والله اكثر من ساعة ما بخلص. هاي قسم السيراميك والارضيات، كل شي سيراميك وارضيات موجود هون. شايفين اشكال الوان، شو بدكم موجود، تلاقي حاطينكم عينات هيك بتشوفوا انتو اللي بيعجبكم مثلا تختاروا. كل هذا قم، شوف هاي الشغلات الصغيرة، شوفوا والله شي حلو. شوف هذا كلهم بالقطع، يعني ليك تنشرها بالقطع. شايفين هاي القطعة تاخذوها تشرب القطعة. هاي قسم تاني هون، يكون كله سيراميك. هذا في الطرف الثاني، هذا كبير. هون الخشبيات، الأرض الخشب، كل شيء أرضيات خشب. هنا هون عنا قسم الأسقف، هاي الأسقف اللي بتجي للترنيك يحطوها على السقف، سقف مستعار. شايفين هاي ألواح بتجي هون، هاي هون في قطع مثلا صغيرة، اللي بده قطع صغيرة بياخذ. عنا هون تجي كمان كلها هون مداد رولات. عنا هون بيجي الرول، هذا الرول بيجي زفت، زفت هدول هون مواد زفت. عنا هدول الرولات، هذا الرول بينحط فوق، اللي عنده سطح مثلا عم يدلف، في عنده مشاكل عم يدلف مي لتحت، بيحط هذا الرول الزفت وفي له مواد بنحط فوق منه، الامور عنده بتصير تمام. شايفين هاي المواد هون، الجبصين والشمينتو والشغلات هاي كلياتها. كبير القسم، شوفوا هذا بيجي سفنج بنحط قبل ما ينصب السقف، بيستعملوه عندهم بسقوفة عشان رطوبة ما رطوبة والشغلات. هذا كبير، كبير القسم، كتير كبير، كل مواد. هاي الستريبول، مواد الستريبول، هاي كلها ستريبول، بسموه عنا البولسترين، ستريبول. هاي عنا هون ألواح الجبسن بورد، اللي يعمل مثلا يعمر عنده غرفة، يعمل فاصل، يعمل عازل، هاي ألواح الجبسن بورد كلها. شايفين هاي كلها ألواح، هذا قسم ألواح الجبسن بورد. هاي ماكينات اللي صبت الزفت على الأرض،
هي ماكينة بتقطع الخشب، تقطيع الخشب. هي عنا شوف على الجاكوزي، جاكوزي شي مدلل. قسم المرايا، مرايا الحمام أو البيت بشكل عام، كمان قسم كتير كبير. البيديه 2000 مرايا، مرايا لحتى تقولوا حاجة. هاي شو اسمه، هذا بسموه الباكيدوج، باكيدوج اللي بنحط، شايفين اللي حاطيكم عينات كمان، بتشوفوا اللي بيعجبكم بإمكانكم كمان تشتروه، شايفين. شوفوا هذا محلى والله، شي مرتب. هاي تبعات الدوش موديلها، منهم بيجي مع ضو، وقت انت بتشغله بيجي بيطلع ضو. هذول لكم فيهم ضو هذول. عارفين هاي قسم المرايا، مرايا على كيفكم. هاي المغاسل، كل شيء بتعلق بالمغاسل كمان، شيء حلو شيء مرتب. حنفيات، شوفوا الحنفيات محلاهم، اوه والله شيء حلو. يلا نروح على قسم تاني. يلا هاي قسم الحمام، هاي بتعلق عليها المحارم، هاي بنحط عليها الصابون والشغلات والقصص كلياتها. هذول الأغطية تبع البيدين، شوفوا ما أحلاهم، أشكال وألوان، تحتار شو بدك تاخذ، موديلات موديلات ورسمات، شي حلو والله شي حلو. هذا حلو، شوفوا ما أحلاه. قسم تاني للبيدين، شوفوا كمان أنواع وأشكال هاي المغاسل. قسم البانيو، بانيوهات، شوفوا اشكال وانواع. قسم المغاسل، هذول الواح المطابخ، المجلة تبع المطبخ، كلها الواح، شايفين موديلات كمان، شي فاخر على الاخر. موديلات 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 موديلات، الوان الوان، شايفين معبى. طبعا مثل ما قلت لكم في عندهم خدمة القص، بيقصوا لكم القياس اللي بدكم اياه. هون قسم المداد، كل شيء مداد متعلق تبع للبيت للحمام، كل شيء هون موجود. هاي هون موكيتات، موكيت برو، بتجي بالمتر، بتشتري بالمتر، قديش بدك ببيعوك بالمتر. هيك قسم كبير كمان، شايفين هاي بتلاقوا معبى موديلات والوان، بتجوا بتشتروا هون بالمتر، قولوا له بدنا ببيعكم بالمتر. هلا هون صرنا بقسم ورق الجدران، ورق الجدران كمان بالرول بينباع. هاي هنيك تفرجوا، تعالوا نتفرج هني، شايفين بيحطوا لكم عينات هيك فوق، مثلا هاي الشكل اللي بدكم اياه، كل شيء اشكال موجوده معها، حاطين عينات بتلاقوها موجوده هون تحت. بتاخذوا قد ما بدكم رول، اثنين ثلاثه قد ما بدكم موجود، تمام. شايفين كله، طبعا هون بتجي المواد تبع التلزيق، لانه اللي بده مواد تلزيق، هي مواد التلزيق كلها بتلاقوها موجوده بنفس القسم. يلا نروح على، شوفوا هذا القسم موكيتات، هون حرامات، جلد الخروف وما جلد الخروف. يلا نروح على قسم تاني. هذا القسم حلو، هذا كل شيء بيتعلق بالعدد، عدة شو بدك، عدة لنجارة للحام للقصص للشغلات، كل شيء بتلاقي موجود هون. هاي العرباية بتحط فيها كل شيء، عدة بدك اياها، شايفين حلو هذا القسم. هذا قسم الفيركتسويك، اي ورق الحف، ورق الحف شو بدك، ورق تلاقي الحديد للخشب
بلاستيك، اي شيء بدك تلاقي كله. شايفين عده، كله العده، شو بدك بتلاقيهم، شو بيخطر على بالك بتلاقيهم. هاي الفأس تبع قص الخشب، مناشير، منشار، قصاصات للألمنيوم، شايفين كل شيء بدك موجود هون. صناديق العدة، شو بدك صناديق بتلاقي هون. هذا اللي بيقيس تبع اللي بسموه الباسواغن، اللي هو شو بسموه عنا الزيبق، بسموه الزيبق عنا، هيقيس ميلان الأرض وما الأرض. في منه الليزر هون، هون ليأخذ القياسات، يعطيك القياسات بأجهزة بالليزر هاي كلها. هون مولدات، مولدات كهرباء. هدول خرج سورية عنا، الله يا رب يفرج عليهم. هاي عنا هون مفاتيح كلها، شو القياسات كلها موجودة. شايفين شو بدكم موجود. كمان هون كفوف، اللي بده كفوف من هون بيشتغلوا، كل اللي بيشتغل بيشتغل بالكفوف، لازم يلبس كفوف. دواليب للعربيات، كمامات للشغل، أواعي للشغل، هذا خصوصي أبايت كلايدونج. شايفين هذا كله أواعي خصوصي للشغل، يعني كله خصوصي. تعبر هذا الجزمات، أحذية. طبعا هاي الأحذية بتجي كلها من هون حديد، هاي بتجي من هون حديد. شايفين هاي مشان الواحد إذا كان عم يشتغل وقع شيء يكون حديد، ما يصير شيء لرجله. أطلع عنا كتير بيخافوا على العامل وبيديروا بالهم عليه. فرد شكل هاي بصناديق البريد، هون كل بيت فيه له صندوق بريد، فهذا قسم صناديق البريد. هون قسم الطوبة تبع البواب، طوبات البواب. فرجوا كمان بتلاقي معبى، شو بدكم بتلاقي موجود. هاي الصناديق طوبة كله بتلاقي حاطي لكم عينة مشان انتو تجربوا، مثلا عجبكم هاد تعملوا هيك تجربوه، عجبكم منيح مو منيح. كله هذا القسم هيك. هاي قسم الخزنات، هاي خزنات صغيرة، هاي خزنات كبيرة، هاي هون خزنات كبيرة. هاي قفولة، نظام القفولة كله، طفايات الحريق. هون عندك صب المفاتيح، إذا بدك تصب مفتاح يصبوا لك هون مفتاح، تجي بتقول له المفتاح تعطيه، ياخذ رقمه يصب لك المفتاح اللي بدك اياه. قسم البراغي والبسامير، شو بيخطر على بالك براغي وبسامير بتلاقي هون. شوفوا شو كبير القسم. مفصلات للابواب، شو بدك مفصلات بتلاقي مفصلات للابواب هون. شايفين كلها مفصلات، يحتاج الواحد مفصلات للابواب، تجي بتلاقي مفصلات هون. شو بدك مفصلات بتلاقي. جنازير، اذا حدا بده جنازير كذا بتلاقي كله موجود هون. هي بتاخذ بالمتر، قديش بدك بالمتر، بدك متر اثنين ثلاثة بتلاقي قد ما بدك موجود. هون عنا الحبال، حبال التربيط، شو بدك كمان بتلاقي، بتاخذ بالمتر، قيس القياس بدك اياه بتاخذ بالمتر. قسم الادهان، تفرجوا قسم الادهان، شو بدك الوان بتلاقي. هون في قسم انت اذا بدك الوان معينه، بدك تطبق الوان معينه، بتجي لهون بتقول لهم طبقوا لي الوان معينه، بيطبقوا لك اياها هني. شو اللون اللي بدك اياه بيطبقوا لك اياه. طبعا هذا جاهز هون، كله بيجي كله جاهز جاهز جاهز. نروح هلا على الطرف الثاني، شوف الطرف الثاني. هون قسم التنير والنفط والشغلات اللي بدك اياها. اي دهان، هذا خصوص حاطين لك هون شو نيفونونغ، دهان للغرف الصالون، في شيء بيجي لغرف الصالون. هاي السيليكون، كل شيء بدك سيليكون بتلاقي موجود هون. دهان 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 اون اند بدون نهايه. وعروض، بتلاقي عروض كتير. هاي درجات الألوان اللي بدك تشوفها، بتنقي اللون اللي بدك اياه بتلاقي موجود هون تحت. شايفين شو كبير، كبير القسم.
تلاقي الالوان اللي بدك اياها. هون الرولات، تلاقي الرولات تبعت هون، بدك رولات اجباري فبتلاقي حاطين لك عروض. هون الاكياس بتحطها على الارض مشان اذا شرشر الدهان ما يتوسخ الارض. اي علب صغيره اذا انت مثلا عندك شيء بدك تدهنه، شيء مثلا صغير ما بدك كميه كبيره، بتلاقي علب صغيره. اي الوان هون، اذا انت بتجيب دهان الوان دهان ابيض بتحط اللون اللي بدك اياه، بتخلطه معه بيطلع اللون اللي بدك اياه. شايفين هي بدونات هون التنير النفط التنير. هلا راح اخذكم على قسم الكهربائيات، اضاءات هيكو هنيك بين عليكم ضوي. شايفين هون شو بدكم لمبات بتلاقوا. هي بنجكتورات كلها بنجكتورات. هي هون إضاءة. هي اللمبات تنحط ناحية الباب البيت. هون في شيء بتيجي مع الحساسات اسمه بفيجونس ميلا، إذا أنت بتقرب على الضوء بشيء بعد عنه بيطفي. شايفين هلا وقت أجيت قربت أنا كله شعر. شايفين شو كبير القسم. هاي كلها إضاءة تختار تضيع شو بدك تاخذ. يلا نروح على قسم الحديقة جارتن. هون كل شيء أشجار زرايع، قسم الزرايع تلاقي هون كتير شغلات. هاي البخاخات تبعها، هاي اللي بتصقي، هاي تبع الصقي كله. شايفين هاي إذا أنت بدك تحط بقلب بازة معينة تلاقي موجود. هذا القسم كله هيك للزرايع. شايفين كله قسم زرايع، شموع مع شموع شغلات. هاي اللي له مراء يحط هيك شغلات برا او ببيته مثل شلال صغير. يعني شايفين شلالات حلو. هون قسم الكراسي، اللي بده كراسي بيشتري كراسي. قسم التدفئة، مع التدفئة منائل الشوي. الجماعة اللي بيحبوا جماعة الشوي، هي هون كلها منائل للشوي. شوفوا على المنقل، هذا منقل بيجي معه غاز. هاي هون تحت تحطوا الأغراض، تحطوا أنينة الغاز، تحطوا شغلة. هاي المواد تبع الاشتعال تشعيل. هاي أناني الغاز الصغيرة بتجي للغازات الصغيرة. هاي صحون بلاستيك. شوفوا موديلات على مد النظر، موديلات على مد النظر. أنا سامحوني موطي صوتي بس ما فيني عندي صوتي لأنه في عالم. شايفين هدول بيجوا بدواليب، كله بيجوا بدواليب. كراسي القعدة، اللي عنده حديقة بده كراسي قعدة. فحم، هاي الفحم موجود هون، جيبوا الفحم من عندهم عشان اللي بده يشعل المنايل. هدول كلها شوادر شمسيات تنحط بالحديقة. شايفين في ألوان وموديلات تجي هيك بشنتاي. هاي القواعد تبعها الشمسية بتجي هيك، مثلا بدها قاعدة، هاي القاعدة تبعها تلاقي قواعد موجودة. شوف القاعدة اللي بتعجبك تاخذها. هاي قسم الملائط، ملائط عشان تحركوا فيها. بيوت للعصافير، اللي بيحب العصافير حط لهم بيت برا. هاي بيوت للعصافير. شوفوا هون، شوفوا على هالصالة شو كبيرة، شو بدي صور لكم فيها. كلها شجر 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 شجر. شو بدي صور لكم فيها، والله كبيرة يا جماعة. في شغلة لازم تعرفوها، انه انا في كتير شغلات اختصرتها، يعني عم بختصر قدر الامكان. يعني ما عم صور لكم كل شيء بالتفصيل، بس عم بعطيكم كل شيء لمحة سريعة عن اللي موجود. في كتير شغلات لسه اذا بدي كملها للصالة بدي اكتر من ساعة ونص. هلا انا صار لي يمكن شيء ساعة تقريبا. شايفين هم هذا قسم الحديقة، خلينا نطلع منه ونروح نشوف اخر شيء. هلا احنا طالعين شو موجود. هاي الماكينات اللي بتقص العشب،
على الكهرباء روبورت لحاله بتحطوه بتقصه عشان هي ماكينات اليدوية. في قسم تاني كمان هني كمان ماكينات هي لقص العشب في هدول هيك. هذا كله قسم الجارتن على الحديقة. هي منشار مناشير يعني بيجهزوا لراس السنة. هي شجرة بيبيعوا شجر اللي بده هيك شجر بيجي بيشتري من عندهم هيك شجر. كل شيء بيتعلق بالزينة. هاي كل شيء بيتعلق بالكلوبات، كلوبات البيت. كمان شيء لا يعد ولا يحصى. كلوبات. قسم كلوبات. طبعا يا جماعة اللي بده هاي الشغلات معروفة يعني بالباو هاوس موجودة. هذول لمبات وإضاءة بيجوا على جهاز التحكم. تحكم فيهم جهاز التحكم. أورجيكم كيف. مثلا عندنا هاي مثلا نعمل لون أحمر نعمل. هيك هاي تفرجوا عليها عم تغير لونها. شايفين صارت أحمر. بدي غيرها أزرق. شايفين صارت أزرق. عم تحكم بهم بهذا الجهاز أنا. اللي يعملها اخضر هي اخضر. شايفين تغيري صارت اخضر اصفر. يعني شغله ظريفه هيك تجي بالجهاز. هيك شيء بيتعلق بنجاره ماكينات الرجال نجاره فرد التبخيش تبعات القص كلهم موجود. هاي ماركت بوش. ماركت بوش هذا القسم بتلاقي فيه الرياش تبع التبخيش الفرودة او هدول تبع الجلخ. كل شيء بيتعلق تبع الجلخ اللي بيجلخوا فيه الجلخ الحديد او الخشب كله بتلاقي موجود هون. شايفين هاي قسم البوالين. كل شيء بيتعلق بالبوالين البحرية ومع البحرية. كل شيء بيتعلق بالسفن اي شيء بدك اياه موجود هون. هذا اللي صورت لكم اياه لكم القوارض. شايفين هاي كلها هون هي. شوفوها حبايبي. انا اذا بدي كمل كتير كتير بدنا وقت لسه. رح اختم حلقتي لهون. بتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالجولة الحلوة والظريفة. ان شاء الله تكون عجبتكم. ان شاء الله رح نستمر وكل ما صح لي صور شيء رح اصور ان شاء الله. تمام حبايبي بتشكركم لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.